رجعنا ومكملين معاكم طبعا الجزء الثاني من حلقتنا اليوم الاثنين من الام 9. قبل كل شيء نحب نرحب بالمتر احمد بن صالحه المحامي. متر شحويلك؟ الحمد لله عايشك لاباس. صحتك بخير؟ الحمد لله لاباس. انت؟ الحمد لله تخونكين. انا اليوم معاك باش نكتشف اش معني هالشرط الجزائي، شنو هو مفهوم الشرط الجزائي، وقتاش، علاش، وكيفاش. هذا كل باش نعرفوه مع بعضنا شويه اخر. باش تفسره لنا انت تفسير نتاع القانون والمشرع التونسي اش قال فيه الباب هذايا. لكن قبل ما نجي معاك متر، انا نحب نكتشفوا مع بعضنا زعما اش عندهم جديد ليبرتا فواياج في الفقره هذايا، ونرجع مع بعضنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم كل احباب ليبرتا اللي تابعوا فينا على قناه التاسعه في برنامج ام 9. مرحبا بكم وين ما كنتم. حبيت نقول عدنا بعد انه رحلة كنت رافقتونا فيها في صفحتنا، صفحة عمرة وحج ليبرتا فواياج. إلى بيت الله كان مسيرنا، فما أعظم المسير، وإلى جوار الرسول محلنا، فما أعظم الجوار، وإلى الأجر كنا طالبين، فما أعظم الطلب. إن شاء الله ربي يكرمكم بإذن الله بهذه العمرة، بعمرة ليبرتا فواياج اللي فيها برشا حكايات كنت نحكي لكم فيها نظريا، والحمد لله هدانا الله إلى أنه ووفقنا، والفضل يرجع لله ولليبرتا فواياج، باش شفنا على أرض الواقع كل التفاصيل اللي كنت نحكي فيها، وللتفاصيل يعني جديدة وحاجات كانت كل مفاجأة وسارة بالطبيعة. حبيت إن كل مرة إن شاء الله في كل لقاء بيكم بإذن الله نحكي لكم على حاجات، وأنا ديما في كل لقاء نعطيكم يا إما بخوم وإلا أوفر وإلا حاجة تسعى بها ليبرتا فواياج لخدمة ضيوف الرحمن. تعرفوا أنها المشروع الأفضل للخدمات، خدمات العمرة في تونس، وهذا يرجع طبعا لخبرة سنوات في خدمة العمرة. حبيت نحكي لكم على الرحلة اللي بدأت من بالحق من المكاتب، من مكتب ليبرتا فواياج في تونس، واللي بقدرة ربي اللي ناوي إن شاء الله ربي ييسر له، والمرافقة تكون مع ليبرتا فواياج من المكتب ثم المطار ثم الوصول إلى الأراضي المقدسة، تحديدا مطار جدة، ثم يا إما باش تمشي للمدينة المنورة، المدينة المنورة أو مكة المكرمة. طبعا فما مرافقة، مرافقة روحية، مرافقة دينية، مرافقة إرشاد. نحب نذكركم ديما أنه معاكم ليبرتا دائما بالحضور بالقلب بالروح، ديما موجودة معاكم بإذن الله. حاجة حبيت ننوه عليها فقط لأنه تعرضوني برشا وتقولوا لي على خاطرك جينا، وهذا يسعدني برشا برشا انه ديما تجمعنا ليبرتا ان شاء الله على الخير وعلى الفرحه. طبعا العمره هي اداء مناسك، العمره هي عبادات، العمره فيها الطواف، فيها السعي، وفيها العبادات بتاع اوقاتك اللي اعطاهم لك ربي باش بالحق الفتره هذيك تتمتع اكثر ما يمكن، سواء كان في اسبوعك في مكه او في المدينه. اللي مشى ربما مش يفهم كلامي برشا، واللي ما مشاش تو قدره ربي يطعمكم ان شاء الله، وتعرفوا بالحق فما حلاوه وعذوبه في اداء هذه العبادات اللي تقدموا ليبرتا. تقدم انها تقدم لك يعني فنادق ونزل قريبه للحرم، وهذا مهم ومهم جدا. لاحظت حاجة جميلة جدا في بعض المعتمرين أنها تعاون ليبرتا، يعني تكون متعاونة مع المرافقين، فحتى هي تمد يد المساعدة، وحتى كان فما هكا حاجات ربما بعض الحاجات هي ديما موجودين. فتحية كبيرة لكل معتمرين المتعاونين المحبين ليبرتا فواياج، وما شاء الله عليهم، عنا برشا اللي يرافقونا كل عام كل سنة ويرجعوا معنا إن شاء الله على الخير. دونك شنو رأيكم؟ أنا حكيت برشا اليوم، بتوحشتكم برشا، إن شاء الله ربي يذوقكم عذوبة والصلاة والعبادات، سواء كان في مكة المكرمة أو في المدينة المنورة. شنو رأيكم في بعض اللقاءات خذيتهم لكم ونحن موجودين في مكة المكرمة؟ خلينا نسمع شهادة ثم نعود باش نحكيكم على أوفر اليوم. عسلامة حاج. عسلامة حاج. إن شاء الله عمره مستجاب في الدعاء. يعيش يعيش يعيش. أول مرة تجي مع ليبرتا؟ أول مرة. إي أول مرة. كيفاش لقيت الأجواء؟ يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد، يا ربي لك الحمد. نعمة من عند الله. ملي خرجت من مطار تونس في نعمة، وصلت لمكة. الحمد لله يا رب.
لقيت الرجال ولقيت معناتها رعاية كبيرة. ما نكذبش عليك، ما جيت سقية توجع فيا الحمد لله، وين على وين نتكى نلقى بحذايا الرجال محاذيتني والحمد لله. نحمد ربي ونشكره. في العمر رغم الاكتئاب هكا شويه لاباس حتى. والله والله في نعمه الحمد لله الحمد لله. ما خلو والله العظيم تو معناتها الخيان المرافقين ما خلوناش نتعبوا. معناتها ديما محاذينا، ديما معانا، ديما يهزوا فينا. قلت لك اللي بالرغم من الركايب والسقيه توجع فيا معناتها مروان ديما مسكين يكركر فيا معاه ديما شادني، محمد زاده معناتها الخيان سامي كلهم. وعم حسن والاولاد الكل الله يبارك لهم ان شاء الله. ما ثماش واحد ما عاونيش. الاقامه كيفاش؟ الاقامه اللهم صل على النبي. كيما الانتظارات؟ والله العظيم ما كنتش منتظرها جمله. الحمد لله نعمه من عند ربي سبحانه وتعالى. في الليل يتفقدونا، في الليل يتفقدني مروان بالتليفون. ما نرقد الا ما يتفقدني، معناتها ما الحق الحمد لله يرحم والديكم وربي يبارك لكم وربي يبارك المولى لبرته. الله يبارك له ويرحم والديه وربي يبارك لكم انتم ويبارك لكم في صغيراتكم. ورانا في نعمه وندعو لكل ما وبشر يحب يعمل عمره يتفضل ويجي لبرته، راي من احسن ما ثم، من اروع ما ثم، مش من احسن من اروع. في السكن، في الماكله، في اللي تتصور انت في بالك تتصوريه، وخاصه رعايه الاسود الرجال اللي عندكم انتم، معناتها اللي برت اللي عند الرجال اللي عندك. ونسي حاجه. نعم. ونسي والمرافقه. نصلي على النبي تبارك الله عليها، الله يبارك لها. هاديه وزهره وش اسمها هذيك؟ زهور. وهادي يا ربي يبارك لهم ان شاء الله، حق يرحم والديهم ان شاء الله في عوداتي. ربي يخليك يعيشك ربي يبارك لك. الحاج هذا من الوجوه اللي ما نجمش ننساها الحقيقه، خاطر هو قدر ربي ان كنا في رحله حبينا الحقيقه. احنا مشينا معناها عمره وشويه يعني كنا في كوفرتور، معناها في ان حبينا نتابعوا معناها عمره او فوج من الافواج، او كانت صدفه الحقيقه. هو من الناس اللي تقيتهم ناس طيبة برشا برشا، ربي يحفظه إن شاء الله وإن شاء الله في عودات يا حاج. وقال كلمة قديش مستني أنه دعا بالخير السي وسام بالحق قائد السفينة وربان السفينة، ما شاء الله اللي يخاف ربي في ضيوف الرحمن، يخاف ربي في الناس اللي تجي ليبرتا فياج واللي تروح كاين فرحانة إن شاء الله، ويخاف ربي زادة في الناس اللي تخدم معاه. الحمد لله ليبرتا فياج تعودنا على أن نكون عائلة واحدة ويد واحدة، وهذه الحاجة اللي ميزتنا في ليبرتا، اللي إحنا عائلة. وحتى لاحظوها من بعد في المرويح ولينا نبكيو، وإحنا نبكيو شوقا ونبكيو زادة خاطر باش نفرقوا بعضنا، لأن ولينا عائلة واحدة. الجروب اللي مشى معانا إن شاء الله ربي يطعمكم الزيارة بإذن الله. دونك زادة حبيت تحية كبيرة برشا برشا لكل مرافقي ليبرتا فياج والمرافقات ايضا اللي ساهرين ليل ونهار على قدم وساق باش يخدموا ضيوف الرحمن ويخدموا كل احباب ليبرتا، وهذا واجب علينا جميعا. طيب اليوم قلت لكم عندي اوفر، اي نعم عندي اوفر، هذول اللي شوقتكم برشا وعايشتكم معايا مراحل العمر، شنو رايكم؟ اللي مازال هكا متخوف ولا نعرفوا الدنيا غليت شويه، انت مش غليت شويه، غليت ربي يسر الحال حسيلو، لكن ليبرتا فياج خمت فيكم وخمت في المقدره الشرائيه، عملت اوفر نتاع ثلاثه رحلات، وثلاثه رحلات هذوما انا نتمناهم يا ربي لكل من هو متشوق ما مشاش، والا كل اللي مشى ويحب يرجع، على خاطر وليت نعرف شو معناها اللي مشى ويحب يرجع، حاجه عظيمه وكبيره برشا واحساس ما يتحكيش. المهم ليبرتا فياج فكرت فيكم وفهم ثلاث رحلات اللي هما 11 و13 و14 مارس. رحلات هذوما قل قايل علاش تقول عليهم عفيفه وتعاود، على خاطرهم تمشيو في شعبان في اواخر شعبان وتلقاو رواحكم تقضيو في ليالي رمضان الاولى في مكه المكرمه. صح عليكم ان شاء الله، يكتبوا لي يا ربي اللي يسمع فيا توا واللي شاهد فيا توا. نقول لكم اذا كنت تخمم ربما هكا الميزانيه ولا هكا الدنيا غليت، ما تخافوش مع ليبرتا فواياج اللي فكرت فيكم عملت لكم اوفر هايله، واللي هي بالنسبه لثلاث رحلات هذوما تدفع زوز ملايين و500
والباقي على 10 شهور. نعم تدفع 2,500,000 والباقي على 10 شهور وهي اوفر سبيسيال. خلينا نقولوا ديما ليبرتا تفكر فيكم وتفكر في كل احبابها وما تخليش في قلوبنا شيء ان شاء الله. ملا ما تفلتوش الفرصة هذيا، فرصة 11 و13 و14 مارس، واللي هي تمشي وإن شاء الله عمرة شعبان ورمضان مع بعضهم. مكرمك يا الله، وإن شاء الله ديما زادة ليبرتا فواياج تخمم فينا وكريمة مع كل اللي يحبها إن شاء الله. ملا هذه هي الوفر، وإن شاء الله تكتب لكم بإذن الله، وأرجعونا كالعادة بالغطوخ، وارجعوا لي وقولوا لي وقولوا لنا شنو رايكم وكيفاش، واذا كان تمشيوا فيها باذن الله انا نتمناها الكل مشتاق يا ربي. كانت هذه لقائي بكم اليوم، ما زالت اللقاءات متجدده بي وبكم، وتجمعنا ليبرتا ان شاء الله. في امان الله استودعكم، وان شاء الله القاكم في لقاءات اخرى، وليبرتا تجمعنا اكيد. دونك هذا هو جديد ليبرتا فواياج. دونك ليبرتا تقدم لكم عمرة شهر رمضان الفضيلة في مكة المكرمة. المقاعد متاحة من الآن على متن ثلاثة رحلات، عنا رحلة 11 مارس، رحلة 13 مارس، ورحلة 14 مارس. دونك شعبان ورمضان، والكلنا نعرفوا أنه عمرة شهر رمضان الفضيل هي طبعا تقريبا في مقام الحجة. دونك للحجز والاستفسار ما عليكم كان تتواصلوا معاهم عن طريق مكاتبهم، الأقرب مكتب لكم تتوجهوا له، وإلا عن طريق الاتصال بهم عبر أرقامهم على الهاتف. عنا أرقام الهواتف لمختلف الفروع اللي هم عنا فرع تونس العاصمة، رقم الهاتف هو 71-905-656، وإلا عنا فرع حمامات ونابل اللي هو 72-328-3 أصفار. عنا فرع الحمام لمف اللي هو 71-290-186. عنا فرع سلينا اللي هو 78-871-110، وكذلك عنا فرع سفيقس اللي هو 74-440-020. ان شاء الله يا ربي عمره ميمونه وقبوله للناس الكل اللي متشوقين في زوروا المقام الفضيل هذايا في شهر رمضان الفضيل. دونك والا تنجموا زاد كيف تتواصلوا معاهم عبر موقعهم على الويب اللي هو 3w.libertavoyage.com. من نعطي الكلمه ديريكتومون للشيف الكوجينه. شيف الو هنيا نجي صافي، وقت اللي هي طايبه 4 دقائق تحسبوا بالمنقاله، على خاطر راهو وقت اللي تيب ياسر المقرونه سي دوماج باش تولي ياسر محلو، معناها تولي البات ما عادش فيها النكهه نتاع الدينتي. كي يحط لك 6 دقائق فوق الباكو تحسبوا 4 دقائق طايبه في الصوص. انا رميتها في الماء ومن بعد خرجتها من الماء طول رميتها في الصوص، بعد هذاك قعدت نحرك فيها ونزيدها بشويه بشويه الماء. وقت نوصل ل4 دقائق تطيب نجي ونحط الكريمه فوق منها، هذاك اللي رجعها صوص غوزي. وقت اللي نحطوا لها الكريم ما نخليوهاش تغلي برشا، هي تهز الغلوه واحنا ان نطفيوا لها وتقعد في الكريمه نتاعها كما تشوفوا فيها. ما قعد الا باش نعملوا لها رشه جبن. انا اليوم اخترت جبن مرياح اللي بيسي هذايا اللي مفوح باللاي نواغ ومفوح فيه الكومباني وفيه الاي نواغ وفيه اللي بالفلفل، 3 سورت دو فروماج مزيانين، وتشوفوا في الصوص غوزي كيفاش تعطي اونكتيوزيتي مزيانه. ما عادش باش نزيد نخليها تغلي اكثر، على خاطر بعد 4 دقائق تياب هي ديجا تولي تشرب الكريمه نتاعها وتشرب الصوص كيما تشوفوا فيها، معناها التكستور نتاعها هي بيدها تقعد الدنتي وتقعد بنينه وما تغليش. راهي الكريمه تقبلك السخانه، كان سخنت الكريمه كما احنا نخرجوها من الريفريجيراتور، اذا كان وصلت الكريمه سخنت نركحوا عليها التحريك ونخليوها نغطيوها ونخليوها نفرغوها طول، نحطوا عليها جبن وهي سخونه باش نلقاوها فوندونت مع الجبن ونسربيوها وتاكلوا بشفاه. معناها وقت تعرفوا انتم ضيوفكم باش يجيو مازلهم 10 دقائق وقتها تحضروا المقرونه نتاعكم وتلقاوها مقرونه بنينه متميزه للغايه مادام تستعملوا في منتوجات مزيانه. انا خلي الكلمه صافي ومن بعد نرجعوا مع بعضنا نشوفوا الكريمه كيفاش باش تكون نتاعنا.
ميرسي بوكو شيف. انا بعد شويه طبعا باش نلتحق بيك في الكوجينه، اما قبل هذيا خليني نعاود نذكر انه عندنا موضوع اللي هو الشرط التغريمي او الشرط الجزائي، واللي في جاوبنا على هذيا الكل اليوم الماتر احمد بن صالحه المحامي. ماتر، قبل كل شيء اش معناها شرط تغريمي او شرط جزائي؟ نسمعها ياسر، انا ما نعرفش معناتها الحقيقه. هو في الحقيقه الشرط التغريمي او الشرط الجزائي المشرع التونسي ما عرفوش. ديجا هكاك. وهو كذلك، وهو ما يعرف لدى رجالات القانون بالفراغ التشريعي. شنو في المهموطه متر؟ مش في المهموطه، لكن خلى الشرط هذايا خاضع للقواعد العامه للالتزامات. عكس القوانين المقارنه مثلا على غرار القانون الفرنسي اللي عرفوا في الفصل 1126 و1129، ولا حتى القانون المصري ولا الاردني ولا فهمت، ولا حتى مجله الاحكام العدليه اللي عرفته في الفصل 416 فهمت. القانون التونسي ما عرفش معناتها الشرط الجزائي بصفه صريحه فهمت، وخلى خلى المساله معناتها نتاع التعريف يعرفوها معناتها فقه القضاء والفقهاء بصفه عامه معناتها كما الاستاذ محمد المالقي معناتها رحمه الله عليه معناتها عرفوا، كما معناتها فما موجود معناتها قرارات تعقيبيه معناتها اللي عرفته، واللي فما مثلا قرار صادر في أفريل 1975 اللي نعتبره أنا قرار معناتها مفصلي معناتها في المسألة هذية، اللي أجاز صراحة معناتها قال معناتها الفصل هذا الشرط هذا جائز معناتها ومباح معناتها، يمكن للأطراف معناتها عند التعاقد معناتها وضع شرط معناتها اللي يحمي مصالحهم معناتها في عند معناتها التأخر في الوفاء فهمت، والا يعني معناتها عدم الوفاء. مثلا انا وانت ماتر تعقدنا على عقد فيه شروط، لو كان انت من لم تلتزم بهذه لي ديلي، مثلا نقولوا احنا تاريخ معين او ديلي معين باش تسلمني انت مثلا الشانتي او الدار او غيره، في حاله ما اذا انت ما سلمتنيش الحاجه اللي تفهمنا عليها في التاريخ المعين، فانك ملزم تعطيني كما غرامه ماليه effectivement. اللي هو الشرط الجزائي effectivement. هذا هو. او مثلا انا نخدم عندك مثلا مات، وهو انت مثلا في العقد نتاعنا ما تنجم تخرجني مثلا كان ما عملت انا حتى خطا مهني وكذا وكذا وكذا، فانه فما شرط جزائي وهو كذا انت تدفعوا لي وهو كذا كذلك. هي معناتها الشرط غرامه معناتها كلوز بينال معناتها هو يتدفع عند الاخلال معناتها بالواجبات المحموله على احد على الطرفين معناتها في العقد معناتها، اذا معناتها اخليت بالالتزامات نتاعك اللي انت معناتها امضيت عليها بالطبيعه فهمت، فانك تكون محمول عليك بدفع معناتها الغرامه هذيك. نعطيهم بروبوزيسيون اخرى، مثلا انا كاري كريت من عندك محل تجاري مثلا، قلت لك انا باش نتفاهموا على 5 سنين، منش نحكيو على فونت كوميرس لهنا. المحلات التجارية تخضع القانون 77، عندها قانون خاص. مش كوميرس، مش فونت كوميرس قلت لك مثلا، يعني جيرونس ليبر مثلا. وهو كذلك، وهو كذلك. قلت لي أنت رانا العقد 5 سنين. أنا بديت نخدم في كل 5 سنين، جيتني في 3 سنين قلت لي اسمع راني أنا باش نبيع ولا باش نفوت ولا. من حقك معناتها يكون موجود. باهي، الشرط الجزائي هذايا شكون اللي يقترحه أنا كصاحب يعني انا كيما نقولوا اللي باش نقدم الخدمه، وانت اللي باش تستنف او انت اللي باش تادي الخدمه، شكون اللي هنا يقترحوا او لازم الزوز نتفاهموا عليه؟ هو شنو هو خاضع الفصل 242 من مجله الالتزامات والعقود. من عقد على الوجه الصحيح يقوم مقام القانون، يلزم الاراده من الطرفين في العقد، يعني يكون خاضع لاراده الدائن مثلا والمدين فهمتي كيفاش، ويقع معناتها حسب معناتها قواعد العمل الالتزامات، هذا هو فهمتني. ممكن المشكله اللي تخلي معناتها حاجه معناتها ديبا معناتها في الموضوع هذا هو القيمه نتاع نتاع بالضبط شكون يحددها لهنا؟ القيمه تخضع لل معناتها الإرادة للطرفين بالطبيعة فهمت، الإرادة الحرة للطرفين. مو ساعات فما طرف من الأطراف يبدا مضغوط عليه وبالسيف نقولوا صبعوا تحت الزرسة بالتونسي يا على هذاك ونجم يصحح على هذاك كيف ما نظمش المشرع الشرط الجزائي في مجلة الالتزامات والعقود، فقه القضاء التونسي تكفل بالوضعية هذيا معناتها، وجاء قرار سنة 1994 أفريل 94 خلى القاضي هو اللي يدخل معناتها ويراجع الشرط التغريمي في صوره الاشحاف نتاعو.
داكوغ، يعني هنا التقييم يصير في المحكمة، يعني بالضبط. القاضي هو بالضبط. ينجم مثلا أنا نكون كتبت لك شرط جزائي، أنت عجزتني به تعجيزي، ونجي في وقت السداد أو غيره نقول لك بصراحة راهو الشرط تاع راهو المونطون هذايا مجحف، ما نجمش نخلصه، تهزني أنت للمحكمة، ترفع قضية. وكذلك. عند في محكمة الدائرة اللي ترجع للدائرة الترابية طبعا. القاضي هنا يجم يقول راهو مشحف لهنا والنقص في عنده سلطه تقديريه لمراجعته بناء على ايش؟ بناء على الفصل 243 لانه يعني معناتها الالتزام معناتها ما يلزمش ما صرح به فقط فهمت؟ بل ما يلزم ما يترتب على الالتزام من حيث القانون والعرف والانصاف. هنا دونك خلى المشرع بالضبط بيست صحيح للقضاة باش يروح القانون. وكذلك الفصل 278 اللي هو في صورة ما فماش شرط تغريمي وواحد حصلته مضرة بالطبيعة باش ياخذ تعويضه. الفصل 278 عرف الخسارة فهمت فهمت هذيك هي معناتها تخلي المارج بالفصول هذيك للمحكمة باش تراجع الفصل. باهي اجي نبداو من الأول ماتر، صححنا عقد مع بعضنا، صار إخلال في العقد وأنا مجبر على سداد هذا إخلال في تنفيذ العقد. في تنفيذ العقد طبعا، يعني مثلا أنا ما أوفيتش بالدليل المعين اللي أنا لازمني نعطي فيها الخدمة أو الدين أو غيره، فلهنا الغرامة تنجم تكون مالية نقدا يعني مونطون معين أو تنجم تكون عقار أو غيره. لا المتعارف عليه انه يكون نقد، هو نقد مونطون بالضبط فهمت، مبلغ مالي مبلغ مالي معناتها. لهنا انا ما نجمتش اوفي بي هذه ممكن تعرف مساله ثانيه، ينجم يصدر حكم لفئتك تقعد في التنفيذ معناتها هذيك مساله اخرى معناتها. انا شنو نعمل لهنا مثلا؟ انا مثلا شخص هذايا ما سلمنيش الخدمه اللي تفهمنا عليها، وانا مصحى معاها عقد انه في صوره ما سلمنيش الخدمه هذايا راني انا باش ناخذ الحق الجزائي هذايا، شنو نعمل باش نطالب الاخر؟ شنو نمشي وين نمشي؟ ترفع قضيه. قضيه شنو اسمها بالضبط؟ التعويض معناتها. فهمت؟ في دائره مدنيه، المحكمه الابتدائيه دائره مدنيه معناتها، تدفع تقوم بالقضيه نتاعك وتطالب بحقوقك. نهز كوبي بيان سور من العقد وكل شيء بطبيعه، وتاخذ وقت لي بروسيدور هذو، خاطر فما قضايا ياخذوا سنين وسنين بطبيعه، فما قضايا تطويل فهمت، هذه مساله معناتها ترجع للمحاكم فهمت. به لهنا مثلا اصدر القاضي حكم انه به المبلغ اللي اتفقنا عليه لازم مرغم انه يدفعه لي، ما عندوش باش يدفع السيد. فما طرق للتنفيذ عليه، عقل الى اخره من ممتلكاته. يعطي مهله للسداد متر؟ مهله للسداد هذه معناتها امور ما ترجع للبعض للتنفيذ والعدل المنفذ معناتها وصاحب الحق معناتها هو معناتها. متر فما برشا مفاهيم مغلوطه في علاقه بالشرط الجزائي، نوضحوها نصلحوها للناس للساده المشاهدين. اكيد اكيد. ممكن الشرط الجزائي خاطر فيه كلمة الجانب الجزائي فهمت، بورتون هي مثلا يعني مدنية ماهيش بينال بالضبط فهمت، ومن منظور تعويضي راه مش من منظور عقابي، هو الشرط التغريمي بون فما فقهاء اختلفوا فيها، لكن هو من منظور معناتها تعويضي معناتها بحت. ممكن فما مسألة هي التعويض الجزائي، التعويض الجزائي نلقاه كعقوبة بديلة، مش يمكن يشبه فما شوية خلط، أما هي معناتها مسألة معناتها جزائية، هي عقوبة بديلة معناتها حددها المشرع، ما تقلش على 20 دينار وما تفوتش 5000 دينار فهمت، وفهمت ويدفعها معناتها القائم بالجريمة معناتها. يعني الشرط الجزائي ما يفوتش 5000 دينار؟ ما يفوتش 5000 دينار. أبو؟ والله فصل 15. هل نسمع ساعات عقود شرط جزائي 70000 دينار؟ مش شرط جزائي، تعويض جزائي. تعويض جزائي داكور. العقوبة مش نحكي على الشرط الجزائي هذاك، يحددوا مقداره كيف ما يحبوهم، كما تفضلت. ما ضبطهاش المشرع. على هذاك المشرع أو فقه القضاء أعطى هو اللي دخل وكان يراجع في الشرط الجزائي في صورة الإشحاف نتاعه معناتها.
فهمتني؟ متر انا باش نمشي معاك الفرضيه بعيده شويه لو عن ما ولو اني نتخيل بالظروف الاقتصاديه اللي نعيشوا فيها توا في بلادنا، دونك الاغلبيه بعيد شر على الناس الكل، دونك تهمنا على على شر جزائي ما عندوش على ما يعقل. لا عندي فلوس باش ندفع لك ولا عندك على شنو باش تعقل، هل تنجم تتبدل تولي عقوبه سجنيه لهنا ولا لا؟ لا ماله؟ لا جانب مدني هذا فهمت؟ عقوبة سجنية لا فهمت؟ يمكن الشخص يكون مطالب بالدفع يمكن يحاول معناتها يتهرب معناتها يخرج من الذمة نتاعو والأملاك نتاعو، فما معناتها دعاوى ضمان عام معناتها يحاول الواحد يمشي لهم فهمت؟ باش يضمن حقوقه كاو فهمت؟ ماشي ما تنجمش تولي لا. يعني ما عندوش باش يخلص وما عندوش على شنو يتعقل. لا. لا. هي جانب مدني فهمت؟ ديجا قلت لك ماهوش من منظور عقابي، هو من منظور خاطر الانسان ما يقتصش نفسه. واضح. فهمتني؟ من جانب تعويضي فهمت؟ هذا هو فهمت؟ واضح ماتر، يعطيك الصحة. عندك حاجات أخرى تنجم تضيفهم لنا اليوم؟ إن شاء الله أكون أنا قلت بالحق حاجات ما نعرفهمش في الشرط الجزائي أو الشرط التغريمي. إحنا قبل يقولوا الغرامة ما مش باهية. أكيد. ما سيدة معادلة صعيبة بين صاحب الحق وبين صحيح صحيح ماتر، يعطيك الصحة ماتر أحمد بن صالحة المحامي. إن شاء الله نكون عطيناكم المعلومات الكافية والحاجات اللي ما تعرفوهمش أنا عرفناكم بها اليوم في فقرتنا مع الماتر طبعا أحمد بن صالحة. مشكور أستاذ، يعطيك الصحة. احنا خلينا ديريكتومون نتعداو الفقرة الخاصة بسوبر موس اي سوبر سيستا. كالعادة نجيكم في فقرة سوبر موس وسوبر سيستا، جرية رقم واحد في تونس بدون منازع، جرية اللي طبعا بخبرة 30 سنة فريق كامل وشركة كاملة هي شركة سوبر موس وسوبر سيستا يقدموا لكم أفضل المنتوجات اللي عندهم شركة طبعا تقدم لكم جرية رقم واحد في تونس، وجرية كيف كيف اللي تنافس الماركات الأوروبية والعالمية. اليوم جيناكم باش نحكي لكم على لي فرانشيز نتاعهم اللي موجودين في ولاية القيروان. عندنا دو فرانشيز، عن الفرانشيز الاولى هي 38 شارع صحبي القيروان، وكذلك الفرانشيز الثانيه اللي هي في المعز ابن باديس بالقيروان. دونك 38 صحبي القيروان والمعز ابن باديس بالقيروان. كيف كيف جيتكم اليوم باش نعاود نذكركم بالجو كونكور اللي من خلاله طبعا باش تربحوا ماتلا ميديكو بلوس على قياسكم، على القياس الماتلا اللي انت حاجتك بها، ومعها طبعا زوز مخادد اهداء من سوبر سيستا اي سوبر موس. كيفاش تشارك في الكونكور هذا؟ ما عليكم كان تدخلوا بيان سور للباج نتاعهم على الفيسبوك اللي هي سوبر موس، تدخل تلقى اون بوبليكاسيون ايبانغلي من الفوق هكا ساهله، ما تقعدش تلوج تلقى البوبليكاسيون، تدخل البوبليكاسيون هذايا باش تلقى فيها شروط المشاركه لي كونديسيون دو participation. لازمك تشارك convenablement، تشارك بالصحيح بالكونديسيون، بالكونديسيون تبعهم دي كونديسيون ساهلين ماهمش صعاب. دونك وعليكم كان تفعلوا الهاشتاج اللي هي الجريه رقم واحد في تونس. كلام ما نحكي لكم كلام صحيح وكلام ارقام ماهوش كلام خيال. دونك الشركه هذه متحصل على اكبر لي سيرتيفيكاسيون اللي في العالم، والشيء اللي يخول لهم انهم يكونوا الجريه طبعا رقم واحد في تونس بدون اي منازع. الو شيفا مرحبا يا صفي. اها الو نحليو باش نحلي بالطبيعه. مالا نحلي باش نولي باش انا نولي؟ انت تحلي باش انا نولي ما نبعدش على الكوزينه. الو هوني عندي كريمه سيبيا سمارت شيف، عندي جو بيستاش لكن مش خليها بالجو بيستاش برك، باش تولي بالبيستاش، باش تولي بالبيستاش، باش تولي كريم بيستاش. تري بيان. الو هذايا نحيوه نحطو شويه سكر قد اللي نحبوا احنا، ما نحليوش برشا شيء. لا لا ما نحليش شيء، نخليوه كمطعم البيستاش. اكيد هو يقعد مطعم البيستاش خاطر 100% بيستاش هذا باهي عايشه. فوالا هوني نجي ناخذ هكر 100 غرام بيستاش نحطو في وسط الكريمه. بات دو بيستاش هذا تقاوها بيان سور عند بن يغلين، بن يغلين لا غروند ايبيسري اللي لونسيني نتاعها صفرا داكوغ، اللي هما براتيكمون توا موجودين ما عادش كاين في سونتر فيل، هما موجودين في سونتر فيل في نهج مصطفى مبارك وكيف كيف في نهج اسبانيا، موجودين في حي النصر، موجودين في العوينه وحي الواحات، وبيان سور موجودين توا في برج لوزير. في برج لوزير على الطريق الرئيسيه برج لوزير تلقاو بن يغلين لا غروند ايبيسري
ان غران سوبر مارشي مزيان ياسر اكستراوردينير. حليب الغوله تلقاو فيه من الاخر هاك ولا يا شيخ؟ انا لقيت الغوله وحليبها. لقات الغوله وولادها غادي. الوغ شوف ديجا ولات كريم بيستاش. وي والريحه طلعت. ريت مرسويت بيستاش سا بروف اللي هي لي فروي نتاعهم يحطوا فيهم كاملين ماهمش. لا ما عندي حتى شكر انهم يحطوا فيهم كاملين شيء. انا حبيت ناكد المعلومه. انا متاكده الحقيقه. على خاطر العباد ديما يظنوا اللي خاطر مرحي. لا والله لي بلاكس. انا متاكده من المنتوجات. بيستاش انا متاكده من البرودوي نتاعهم، متاكده من المنتوجات. راهو يدور لي في عمري انا من نجم نمس برودوي ونخدم بيه. والاكسبيريونس متاكده منه. لا مش حكايه ميزا باغ ليكسبيريونس اللي ما ناكلوش ما ناكلوش العباد. بيان سور ابسولومون. لا صحيح. الوغ اذا كان انا نلقى دي برودوي نوبل كيما اللي قاعده نخدم بهم راهو سي با دي بروموسيون. اكزاكتومون. من الواقع الصحيح اذا كان برودوي ما يساعدنيش ما يعجبنيش ونقول ما تخدمش بيه. ما نخدمش بيه ومعروفه بال الحاجه هذه معروفه. ما تخدمش بيه هذه الحقيقه راهي صعيبه الشيفة. مش صعب مش صعب. لا اما تختار الحاجه الباهيه كيما ترى هي شنو باش تخدم في كوجينتها لهنا. بالضبط. خاطر هذه كوجينتها راهو كيما تراكم انتم في الدار كيفاش باش تخدموا خاطر تعطيكم غوسيت لهنا هي نقولوا تنجم تزيد حاجات اما ليكم انتم باش تجيكم دي غوسيت صحاح. تنجحوا في الغوسيت فوالا. كيف كيف. بالضبط. نوصل في المعلومه باش انتم تقدوها الغوسيت. انا معناها نعرف نجاحها نعرف رجلها ما يقلقنيش وبرشا عباد نجدوني يندرى نطيب هنا ولا لا. ما فيش نعملوا. قلت لهم نطيب هنايا نطيب سيغ بلاس دايوغ ملي زوز الناس الضيوف نتاعنا يشموا ريحه بنينه يزيدوا يقولوا ريحه بنينه. اون بلوس عندنا ليكيب تكنيك هوني مشكورين. تحيه كبيره ليهم الكل ليكيب تكنيك راهم هما والفريق الصحفي ما شاء الله عليهم وياكلوا الديسير اللي نطيبوه هوني كل. وخدمهم يتعبوا يا شيخ. تعبين والله تعبين. دونك تحيه كبيره للفريق التقني وفريق الاعداد وفريق المكياج والناس الكل اللي تخدم لهنا. ناس كلها تعبهم راحه بصراحه. وي هكا شكرناهم برشا عاد يزيهم ما يذوقوش من اليوم شكرناهم ما يفطروش. نكمل هذايا نطلعها تسربع في كيسانها. مالا نخرج فاصل انا مالا خلينا نخرجوا فاصل قصير ونرجعوا من بعد شويه للفينيش وللديغوستاسيون سيغتو. فاصل ونرجعوا لكم. علاش ليه؟ نعرفوك مرا حاذقة وقديرة. تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها. اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حليل وردة البنة الزمنية. وردة سرها المحبة. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلة سلة
وتن البدر حضرناه سلة سلة، محضر بطريقة تقليدية، مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفت شي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ حارة اوبا ده جامد يا عم نايس ممتازه بنينا رائعه حلو بس حاره والله بس عادها قويه طب ميسي يا عسل الله حارة حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على لشان الجو نفس النوبه استخدمه ثانك يو بيتر تبسخي بن إغلال زارتنا البرق فرصة عمرة شعبان رمضان بمكة المكرمة مع ليبرتا فواياج ادفع 2,500,000 فقط والباقي على 10 شهر وتمتع بليالي رمضان كلها بمكة مقاعد متاحة على متن رحلات يوم 11 و13 و14 مارس اما لافش تستنى باش تحجز مكانك عدد المقاعد محدود للحجز والاستفسار زوروا مكاتب ليبرتا الاقرب اليكم والا اتصلوا بنا على الرقم 71 90 56 56 كامل فريق ليبرتا فواياج ينتظركم وشغوفون بخدمتكم وكتقول عمره تقول ليبرتا فواياج